السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة الجوية الخاصة بحارة الطقس بالمغرب، فإن شاء الله سوف أقدمكم آخر التوقعات ابتداء من يوم غد والأيام القادمة بإذن الله. فلا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وشكرا لكم. بالنسبة إن شاء الله توقعات الرياح بإذن الله، فيتوقع أن تكون رياح قوية نسبيا على الأقاليم الجنوبية للمملكة وكذلك على سوس. أما بالنسبة للتوقعات كذلك العواصف الرعدية ودرجة الحرارة بإذن الله، فيتوقع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة إن شاء الله. وبالنسبة كذلك لتوقعات العواصف الرعدية بإذن الله، فمتوقع أن تبقى الأجواء مستقرة إلى قليلة السحب بإذن الله، مع احتمال كذلك عواصف رعدية خصوصا على الجنوب الشرقي للمملكة ومرتفعات الريف والجهة الشرقية. بالنسبة ليوم الاثنين كذلك عواصف مستمرة فوق مرتفعات الأطلس بإذن الله، أمطار وعواصف رعدية قوية على بني ملال ووزادات وتنغير وكذلك كيكو وخنيفرة وطاد الحاج. بالنسبة ليوم الثلاثاء استمرار العواصف الرعدية على الجنوب الشرقي للمملكة والجهة الشرقية مع زخات رعدية مطرية ضعيفة ومتفرقة. بالنسبة ليوم الأربعاء أجواء كذلك غير مستقرة واستمرار العواصف الرعدية وكذلك الرياح القوية. كذلك بالنسبة ليوم الخميس أجواء غير مستقرة وكذلك رياح قوية وكذلك أمطار وعواصف رعدية على المرتفعات. بالنسبة كذلك ليوم السبت أجواء غير مستقرة واستحتمال كذلك استمرار العواصف الرعدية وكذلك الزخات المطرية فوق المرتفعات الأطلس بإذن الله.